أبد من ساد حاشا وكان عداني الخير لا أنسى تريد أنسى يا شراعي يا موج الشاق والمرسى هواي انت نسيم أحلام وربيع عمال أتنسى لظل أبجيك طول الليل. المعنى الأخلاقي للصوم الكف عن التوكل على غير الله، الكف عن شنو ذكر غير الله، أن أذكر فقط الله وأصوم عن ذكر المخلوقين، أجعل كامل يومي ذكرا لله. حبيبي من استطاع أن يجعل يوما كامل حبيبي 24 ساعة، كما أنه 24 ساعة تسعى وراء رزقك وراء فوائدك الدنيوية، يوم واحد أخلص لله واجعل كل أعمالك شنو لله، هذا يسمى أيضا نوع من أنواع شنو الصوم. شون هاي أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة، يعني شنو يعني وحدة وراء الأخ متتسلسلة، يعني بدال ما أسبح سبحة وبعدين أو نص ساعة أرتاح وأصلي وأسبح مثلا، لا أجعلها كلها مترابطة واحدة بعد الآخر. دائما إحنا معاصينا شنو مترابطة واحدة الأخرى، فلتكن حسناتنا مترابطة واحدة بعد الأخرى، هو هذا اللي يفيد، هذا اللي كامل المجتمع حبيبي، وليس الذي يكامل، لأن إذا تكاملت أنت راح تكامل شنو تكامل الكثيرين بعدك حبيبي. وهذا اللي أنا سأقوله في موارد أخرى، أنه نفس عملك مرات يكون هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، عندما يجدك صديقك أو أخوك أو أقاربك تصلي فسيصلي، يجدك صائما فسيصوم، يجدك لا تستغيب ولا تكذب يفعل مثل ما تفعل، وإذا وجدك تفعل المحرمات يفعل مثلك حبيبي، خصوصا إذا كان أخوك صغير لو أبوك كذا لو مدل كذا، فاتق الله في نفسك واتق الله في مجتمعك حبيبي، ولا تكون مفسدا. أنا أذكر سيدي ذكرت بشيء للسيد الولي قدس الله سره الشريف سيد محمد محمد صادق الصادر، يقول إنه من الفطرة إنه إذا قلت يا الله لا إله إلا الله حتى الشخص اللي جالس إلى جنبك وكذا رأسا هم من يشوفك يقول يا الله يا الله. فحقيقة سيدي العفو بعد أكفد ملاحظة صغيرة في هذا الصدد أو في هذه النقطة، هو إنه الغالب وإن كان هو الآن مو شهر رمضان، لكن على كل حال ما طالما إنه كان الصوم مستحب وإن شاء الله بعض الأخوة المؤمنين سوف التفتون إلى هذه الالتفاتة، أنه يجعل من نهاره صيام صحيح، لكن إذا حضر الفطور وما أدراك ما الفطور، لربما تنمد في الحقيقة كثير من أنواع اللذائذ وكأنه لا يكون يعني متذكر لهذه اللذائذ إلا في شهر رمضان أو إلا في الصيام. وأنا حسب فهمي يعني أقول أنها تفقد أو تسلب شيء من الصوم المعنوي، فهل ما عندكم شيء على هذا؟ لأنه هذا سبحان الله واحد أول ما يصوم ينتظر شو وقت يفطر حبيبي. أي نعم. احنا قبل شوية شنو قلنا؟ ان الصوم يقلل من السعي وراء الدنيا مع شديد الاسف يعني.